السلام عليكم خاوتي. كاين البارح شكون اللي سقساني كيفاه سيركوي دويل، كيفاه تجريس في البريكا، وما فهمتش لا كيستيون تاعو مليح. سقساني كيفاه تجريس في البريكا وهو راكب، وسيركوي دويل كيفاه يعدي فيه. بون، هذا في البريكا كيما نعطيكم الخطره اللي فاتت، هذا تاع لوغان الخطره هذيا، هذا تاع لوغان عاودناه 050 كان يطبطب، راكم تشوفوا فيه جديد معاود 050، عدى الكود تاعو، جبت له لي كوسيني 050، ها هما 050، السيركوي دويل تاعو كاين قعر لهنا في البلوك، تشوفوا فيهم ها القعر هذوكا يخش فيهم الزيت، يخرج منهم الزيت كي البومبا الويل كي يدور الموتور، بومبا الويل تطلع الزيت يخرج منهم هما الزيت، كي يخرج منهم الزيت في البريكان هنا هاني جاي، يخرج منها قلت لكم الزيت اللي ترو تاع الفيل بروكا، فوالا هذوما تاع لي بالي يخرج منهم الزيت. كيف راح يدور الزيت؟ رايح يعدي البيالة، رايح يروح حتى البيالة، كون دخلوا درك سيلان من هنا دوك يخرج لنا ترو هذا تاع البيالة، راهو خارج لهنا، خارج في تاع البالي هذايا، وترو هذايا تاع البيالة كيف كيف خارج مع تاع البالي. دوك نجيب لكم سنان باه تفهموني، فوالا شوفو كي ندخلو السنان وين نخرج، شتو نخرج، خرج في تاع البالي كي يعدي الزيت، دونك يطلع الزيت راح يعدي في الليترو تاع لي كوسيني، يدور لهنا باه يخرج في السيركوي هذايا اللي كاين الحفره شغل في الكوسيني، ويخرج في الترو تاع في البروكا، باسكو البومبا الويل عندها بريسيون، الترو تاع في البروكا يروح يجريسي البياله، البيال هذا هو علاه حليناه، حليناه على جال كان يطبطب يطبطب قبل لا يطفى التيموان تاع الزيت، سيرتو كي نوضاو هي بارده يضرب يعمل طب 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 طب، كي يطفى التيموان تاع الزيت ينقص الطبطيب، عنده بياله طايحه ياسر، وسيرتو هذه شوفوا الكوسيني تاعها كيفاه بنعرفوها لي بلي طايحه، هو دا 25 على ديك عدى 50، هاهو طيب ليش بان ولا ما بانش 025، ما نعرف بان ولا ما بانش، او 025 الكوسيني هذايا واللي رايحين نركبوه 50 لي بيان، الفو با يتخلطوا لنا، ما حليتوش خلاص ما عاودنالوش لي ساغمون باسكو مليح، عاودناها غير عجل الطبطيبه بان نحيوها خلاص، وهاي البيالة دي وسي طايحة، ويفو با نخلطو لي شابو كيما قلت لكم الخطرة اللي فاتت، شوفو الكوسيني كيف زيو، هدايا راهو فاز أو مجروح خلاه طايح، ما يتخلطو لناش، حطوهم بار أوردر، هاو الكوسيني الآخر. درك نحيهم الكل ونركب في البروكان، تركب تاع في البروكان عطيتلكم كيفاه، هذا درك باه فهمت خونا اللي حاب يفهم كيفاه يدور سيركوي دويل وفي البروكان راكب وكل شيء كيماك، كلهم طايحين جيت ليبيا.
وكاين اخ واحد اخر سقساني كيفاه ركبوا لي ساغمون في البيستون. درك بربي ان شاء الله نعمل له فيديو كيفاه نركبوا لي ساغمون في لي بيستون. شوفوا هذا كيفاه تحفر حتى لداخل، تحفر حتى في النص، كاش ما حطوا لها الزيت مش مليح ولا طرف خماج عدى مع مع الزيت سيركوي دويل هاو فزد الكوسيني. درك نحطوا لي كوسيني جدد ونركبوهم ونسيريهم مليح باذن الله وتنوض لاباس عليها، ما تبقاش الطبطب هذيك وخلاص. هذه ما عاودتلهاش لي ساغمون كيما قلت لكم، ولا خلي سقسان لي ساغمون كيفاه نركبوهم. درك نحاول بربي ان شاء الله نعمل له فيديو نهارين هذوما. انا البارح ديجا حطيت فيديو على شفرولي الموتور تاع شفرولي هذاك، وكاين واحد الاخ صباع عيط لي باه يقول لي على اللافيت تاع الماء تاع تي وهذاك، فهمتو في الطوموبيل القاطعه واش كاين. بارك الله فيه، هو شغل حب يولهني، مشكور ياسر، مشكور ياسر، ابي ولهني على لافيت تاع الماء هذيك باه نبدل الكولي، وانا راني عم بالي بيه راح نبدلو بعد الكولي كي نكملو الطوموبيل الخدمه تاع الطوموبيل. دوك نبدلو الكولي هي باسكو نحينا الموتور باه خدمت حوايج هاكم شتاه ماهيش عندي في الكراج.